السلام عليكم، وياكم أحمد في برنامج وش يقول. وسؤال الحلقة اليوم: أيه أفضل، عيد الأضحى لو عيد الحجاج؟ لا تنسون اللايك والاشتراك وتفعلون جرس التنبيهات وتنشرون المقطع في كل مكان. السؤال يقول: أيه أفضل، عيد الأضحى لو عيد الحجاج؟ عيد الحجاج. ليش؟ لأن مناسك الحج يعني أفضل من عيد الأضحى بواجد. يعني عيد الأضحى عيد يعني ما أدري وش هو، يعني نفسه. ها؟ نفسه. زين، وش تسوي في العيد؟ وش بتسوي في العيد؟ بتكشخ، بروح حق بيت جدي، بيت اهلي. يعني لا، يعني في الكورونا الحين بتروح بيت جدك بعد مشكلة هي. ايه، ما بتروح؟ ما بروح محل، بس بتكشخ يعني، ببارك للأوادم يعني. زين، وش قصة الخروف، او لوش الخروف رمز لهذا العيد؟ لان نضحب ضحب الخروف. ايه، نفس الشيء يعني. زين، وش سالفة الخروف، لوش رمزي لهذا العيد؟ أضحي بتعبت عليه وادفع من بيزاتي. مثلا الناس وش يربون الخروف، خلونه في بيتهم أكلونه وشربونه، تالي يذبحونه يضحونه. يعني بس لهالعيد لا علاقة، عيد الفطر ما في هالشغلة. ليش ما في ناس يسووا؟ إلا عنده خير، الله رازقنا، ليش ما يسوي سوى بعد في عيد الأضحى. ايه، انت بتذبح خروف هالسنة؟ ان شاء الله الله يرزقنا ونذبح، ليش لا. أحلى ما في العيد اللقاء ويا الحبايب، واللقاء وياكم هو العيد. بدل ما تفجرون بواريت في العيد، فجروا القناة لايكات وسبسكرايب. عيد الحجاج. لوا؟ ما أدري. ما تدري؟ تحصل عيدية في العيد؟ إيه. كم؟ ساعات 10 دينار. ساعات 11. أزيد ما في. ساعات يا زين. عيد الأضحى يا سلام، عيد الحجة اثنيناتهم نفس الشيء مولانا، نفس الشيء، لا توافقنا. لا، وش أفضل؟ ما هو أفضل، اثنيناتهم نفس الشيء. عيد الحجاج هو نفس عيد الأضحى. وش بتسوي في العيد؟ في العيد إن شاء الله لو اعتدل بنروح بعد غدا العيدية الأهل وغيره وحركات. هذا الكاميرا لو للكاميرا إذا اعتدل. طبعاً إذا ما اعتدل نفس المصور نايم للظهر. زين، هذا يعني هذا كلامك يعني، لأن كاميرا. وإنزين إذا ما في كاميرا؟ إذا ما في كاميرا بعد نفس الشغل يعني، لا تحاتي، هذا سيستمنا من يوم إحنا جهال. متى بتخطب؟ في ربيع إن شاء الله. أيوة، أحسن عيد الأضحى لو عيد الحجاج؟ عيد الحجاج. لو عشان تحج. وعيد الأضحى؟ عيد الأضحى ما أدري لو تحصل عيديات في العيد؟ إيه. كم تحصل؟ 50 دينار. لا والله العظيم. والمثل وش يقول؟ يقول يمدح السوق من ربح فيه. 50 دينار تحصل؟ إيه. كم بعد؟ 20 دينار. إيه، اثنينهم نفس الشيء. كيف اثنينهم نفس الشيء؟ أضحى في الحج، عيد الحجاج بعرف يعني. زين، عيد الأضحى يسوينا للحجاج. وش سالفة الخروف في عيد الأضحى؟ ليش يذبحون خرفان واجه؟ للحجاج. زين، الحجاج هناك يذبحون إيه الهدو، بس هني في البحرين لوش ما في كعبة ثانية بعد في البحرين؟ عشان ياكلون. عشان ياكلون. يعطيك العافية. العافية. نصورونك لوش انت لأي عيد؟ عيد الأضحى. الأضحى. ايه. وش بتسوي في العيد؟ بحصل عيديات. كم بتحصل؟ ما أدري. والمثل وش يقول؟ نصيبك يصيبك. ان شاء الله تحصلون. ان شاء الله. عيد الأضحى. لو احلى. احلى من عيد الحجاج. وش تسوي في العيد؟ انا بس في ابي وازور اهلي عن شي. وش
أزور أهلي والبس ثياب حلوة وأسبح كيفك شخ. يعني عيد الأضحى أفضل. تسافروا؟ لا ما في سفر. إيه السنة الجاية بتسافر؟ لا راح كورونا. سافر. إيه مبارك عليكم عيد الأضحى متابعينا الكرام، وإن شاء الله الله يعود علينا وعليكم بحال أفضل من هذا الحال. وإحنا بعد نسألكم، وإيش بتسوون في العيد لو كان الوضع طبيعي؟ اكتبوا لنا في التعليقات. عيد الأضحى لو وإيش تسوي أنت في العيد؟ ما أسوي شيء. لا يعني عقب ما خلص هذا الوباء وإيش تسوي؟ بس نايم. لا 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 تروح للأمور العبادية، بين عليك مؤمن، خلك في الأمور الدنيوية. وإيش تسوي من أشياء يعني في العيد عقب هذه الفترة أو السنة العام؟ وإيش سويت؟ إحنا يا بيت يعني زرنا أهلنا. سافرتون ديك السنة العيد؟ لا ما سافر. خلينا نفس الشيء. زين في احد يغششك شكله؟ ما في احد يغشش. ليه نضحوا نضحوا الحجاج نفس الشيء. انزين احسان انا بسالك سؤال. من اللي يعطيك الاسئله هذه؟ الاسئله هي مختارنها انا. اسمع. لا احسان وش علاقة الخروف بالعيد؟ والله نفس ما تقول ضحية. ضحية نفس الفدية عن نفسه، عن الشخص نفسه. عيد الأضحى يعني هو عيد الحجاج. من أي ناحية؟ من ناحيتين يعني. من الناحيتين نفس الشيء. من ناحيتين نفس الشيء، عيد الأضحى عيد الحجاج ما في فرق يعني. وايش تسوي انت في العيد؟ يعني اقعد وما اسوي شيء يعني، وما ما في شيء اسوي. العام وايش سويت؟ العام في عرفة. وين في عرفة يعني؟ في الحج؟ لا كربلاء. كربلاء. ما تبى تروح الحج؟ الحج ان شاء الله السنة الجاية قلدها فتحوا عقب كورونا ان شاء الله نروح. زين يعني الحج السنة الجاية ان شاء الله. ان شاء الله السنة الجاية الله يجمعنا وياك ان شاء الله. الله يجمعني وياك في قبر واحد ان شاء الله حبيبي في كفن ان شاء الله. عاد تقول ها ان شاء الله. والمثل وايش يقول؟ يقول حشر مع الناس عيد. انا عندنا نفس الشفنا يعني عادي، وهم واحد يعني اوريدي يعني. كيف يعني عيد واحد؟ هو عيد الحمال الحجاج يعني. انا الحمد لله رب العالمين الله نعم علي، كم سنه حين سنويا في الحج اروح. هذا انا قاعد في البحرين متاسف ان انا قاعد في الديره قاعد. العام ما رحت الحج؟ العام لا، العام ما صادني شيء ظرف ما رحت. اول العام رحت انا، حصالي فوق 10 سنوات ما قعدت في الديره هنا انا. فالعيد هذا انا يعني قبل افضل من الحين. اي افضل بواجد قبل. من اي ناحيه؟ قبل افضل موسم الحج هناك اريح لنا. زين ابو عيسى يعني قبل افضل الاعياد قبل افضل من الحين. اي عيد الأضحى. لا وايش؟ ما أدري بس أحلى لي. من أي ناحية زين؟ وايش بتسوي يعني في العيد الله أحلى لي؟ ضرب بالخمس. وعيد الفطر بتضرب بالخمس. بتاكل و... كبشة. كبسة؟ من وانا؟ يسمونها خالي. يعني بتاكل إن شاء الله السنة الجاية. وايش بتسوي بعد في العيد؟ إن شاء الله ما فيها الوباء. تحصل عيديات هالسنة؟ إن شاء الله. كم بتحصل تتوقع؟ أتوقع الكافيه دينارين. بس؟ أنت في العيد وايش تسوي؟ راح يعني أسوي عيدية يعني نص دينار، يعني ضربية نص دينار يعني أعطي للناس. تحصل فلوس؟ إيه. يعطيك العافية. مشكور. عيدكم مبارك وأيامكم سعيدة. كلنا نتمنى نعيش فرحة العيد مثل قبل، لذلك علينا نلتزم بالتعليمات، تباعد تعقيم كمامات، لايك شير سبسكرايب.